السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي المسلمين في أنحاء العالم، عواشركم مبروكة بحلول شهر رمضان غدا إن شاء الله يوم الخميس 23 مارس 2023. الله يدخل علينا بالصحة والعافية إن شاء الله بطول العمر يا رب الإخوان المسلمين في أنحاء العالم. الإخوان والأخوات، الفيديو اللي باغي نخليكم وهو فيديو بس غادي نقول لكم الإخوان اللي دار واحد الرعب في المسلمين في أنحاء أوروبا ولا في أنحاء العالم. واحد الفيديو اللي ظهر هذه الأيام، فيديو لا علاقة ليه، فيديو زائف. الإخوان الله يخليكم، هذا الفيديو هذا بغيت الأخ ولا الأخت اللي كانت لاحته الله يخليك لما حدفو، راك درتي الرعب في الناس اللي تتقولي لهم لما غادي سبقاو ديو الأبناء ديالكم إلى الوطن. بغيت نعرف هاد الاخبار من تجيبوها يا اخوان. هاد الاخبار راه ما كاين منها والو، راه بزاف ديال الناس اللي عندهم شك الرعب. واحد يقول لك ما بقيت غندي وليداتي المغرب، واحد يقول لي غادي يحذفوا لنا الاولاد، واحد يقول لي هادي. الاخوان هاد الشيء كامل كان طرح في واحد دوله اونيكا في العالم اللي طرحوا هاد الشيء في البرلمان. علاش؟ حكاش عندهم اللاجئين تما بزاف، وتيقولوا بالله هما مهددين بالانقراض الاطفال ما عندهمش. علاش؟ اول حاجه اخواني واخواتي هما ما تيولدوش، راك عارفين هما تيولدوا واحد ولا يولد نص ولا يتشارك مع ظروف دري ولا هذه، ماشي بحال تبارك الله حنا المغاربه اللي معروفين العيان فينا عنده 3 ولاد عنده 4. الله يخلي عنده شي الوليد الله يخليه لي والله يطول لي في العمر ويكون لي ان شاء الله نتيجه المستقبل ديالكم يا اخواني. اخواني المغاربه ولا اخواني المسلمين في انحاء العالم، راه هذا الشيء ما كاين، ما قالته لا الاخبار الاسبانيه ولا الاخبار الايطاليه ولا الاخبار الفرنسيه ولا الالمانيه ولا البرتغاليه ولا هولندا ولا بلجيكا. بصفه عامه في اوروبا هذه السيرة اخبار زائفه اخواني واخواتي. بزاف ديال الناس تقول لك غادي ندي ولادي للوطن غنهربهم غيقلعوهم ليا. يا اخي راه ما غيقلعوا لك لا ولاد لا بنات لا حتى حاجه، هذه دوله وحده، دوله اونيكا هي اللي طرحت هذا الشيء في البرنامج. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وغتعرفوا الدوله شكون هي. الاخوان تبعوا معايا الفيديو وما تنساوش البارطاج باش هذا الفيديو يلحق كاع المنازل المسلمه، باش راه بزاف ديال الناس قلقين. كل واحد واش تيقول؟ واحد تيقول غادي يقلعوا لي ولادي، واحد تيقول لك امي انت غنمشي بلا ولاد للمغرب تطمنينا. ما كاين من هذا الشيء والو، هذه واحد الدوله هي اللي طرحت هذا الشيء في البرنامج، ولاني راه ما كايناش شي وثيقه اللي تتقول صافي اي واحد عنده شي دري هنا ما باقيش نقلعوه ليه. هذه راه ما غاديش نخليه لي غادي نقلعوه ليه، هذه راه ما يمكنش. الاخوان نتوما فكروا معايا دابا، حنا غنمشيو على حسب المستوى ديالنا. حتى يا دابا غتجي واحد الدوله غادي تقول لك شوف اشي دي هاد الاولاد ديالك غادي نحيدهم لك ما باقيش ديهم، هذا راه مستحيل. هاد الدوله علاش قالت هاد الشيء؟ حكات عندها اللاجئين، عندها اللاجئين بزاف تما، راك عارف كاع الدول اللي فيها الحروب فيها هذه تيهربوا لهذيك الدوله. علاش؟ كاينين تما عندهم منظمات، كاينين عندهم لاسينتا سوسيال بحال قلنا مهلية فيهم بزاف. اذا هذا هو اللي تيجعل هذوك الدول اللي عندها الحروب كاع تتمشي لهذيك الدوله. ودابا هما تيطرحوا تيقولوا هاد الوليدات ضايعين راحنا نبروفيتيوهم في المستقبل ديالنا. هما ما عندهمش، مهددين بالانقراض، ما يبقاو عندهم لا اطفال لا حتى حاجه، غنورمالمون غادي يشدوا هذوك الوليدات. هذوك الوليدات بزاف ديال تيشيبهم في المثال، هذوك اللاجئين تيجيو تيديروا واحد القيطون ولا يديروا كرتون، تلقى عنده 4 الولاد ولا عنده 5 مكرفشين جيعانين ما عندهم لا ملابس ما عندهم ما ياكلوا ما عندهم والو. اذا هذيك الدوله تجمع هذوك الاطفال هما باتهم وماتهم وتديهم لاسيستا سوسيال ولا تديهم كما نقولوا حنايا في اسبانيا دوك سميتهم هذيك الاكوخيدا بحال الخيريه بحال هذه وتيتهلاو فيهم. هذا هو اللي جعل يطرحوا هذا السؤال في البرنامج باش غادي يقولوا هذوك الدراري غادي نخليهم في المستقبل ديالنا. بصح ماشي في اسبانيا، ماشي في الدول الاوروبيه، الدوله الوحيده الاخوان والاخوات اللي دارت هذا الشيء هذا هي السويد. السويد، ولاني لحد الساعه
راه مازال ما طبقت شي قانون، باقا لحد الساعه طرحوها في البرلمان ولاني باقين ما صادقوش عليها باش غادي يحيدوا الوليدات لباتهم ولا الامهات ديالهم. هذه الدوله الوحيده هي السويد اللي غدير هاد الشيء هذا، ولاني لحد الساعه الاخوان راه باقين ما طبقوش، راه ما كايناش شي حاجه اللي واثقه اللي شناو عليها. راه في الاخبار اخوان اللي في اسبانيا اللي في ايطاليا اللي في هولندا اللي في بلجيكا هذا الشيء راه ما كاين من والو. وانا اللي تنطلب من هذا الاخ ولا هذه الاخت اللي لحد الفيديو هذا اللي دونوا في التواصل الاجتماعي في الفيسبوك تيقول لي ما غادي يقلعوا لكم الاولاد، راه ما غايديروا لكم. اخي ولا اختي احسن حذف هذا الفيديو هذا، راك درتي رعب في الناس هنا صاحبي، راك درتي رعب. قول لنا انت عامن زدتي هاد الاخبار هذه، شكون هي هاد القناه الرسميه اللي في اوروبا من اسبانيا وطلعت لالمانيا؟ قول لنا في لقيتي هاد الخبر زائف اللي انت حشومه صاحبي، حشومه العواسر هذه، وانتم صاحبي تقولوا شي اخبار. الا بغيت دير شي حاجه دير شي حاجه رسميه، راه ماشي اليوم غادي تنوض غادير التلبوز غاتلوح كاع الناس مساكن درتي فيهم الرعب، واحد مره طيب سكر واحد مره طيب طانسيو، تيفكر مسكين هو الحياه ديالو كامله ضرب تماره على دوك الوليدات. غاتجي في واحد الدوله كيما كان فين تيعيش هو وغتقول لي اه دوك الوليدات راه ماشي ديالك، راه حنا اللي كبرناهم ولا حنا اللي درنا لهم ولا هادي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم الاخوان. والله انا تنقول تنوجه هذه الرساله ديالي هذه الاخ ولا الاخت اللي لاحت هذا الفيديو هذا، الله يخليك لا ما حذفو، حذفو صاحبي، راه العواسر هذه راك مرضتي الناس. اخوان والاخوات بارطاجيو هذا الفيديو الله يجازيكم بخير، بارطاجيو باش يلحق كاع المنازل المسلمه في انحاء العالم خاصهم يعرفوا هذاك الفيديو راه زائف، راه ما منو حتى شي حاجه، والله ما كاينه منه شي حاجه. الدوله الوحيده اللي قالت هادشي في البرنامج هي السويد، من غير السويد راه ما كاين حتى شي دوله وحده اللي غتحذف لك الاولاد ولا تحذف لك، راه تيقول لك شغن نقول لك موت على البلاد ولا على الاولاد ولا تيقولوا. هذا هو الخبر اللي عندنا حنا داريجي ديالنا، راه ما كاين الاخوان منه. الله يخليكم اللي شاف هذا الفيديو، الله يجازيكم بخير، عواسركم بروكا، وغدا الخميس ان شاء الله بحلول شهر رمضان بارطاجيو هذا الفيديو الاخوان، بارطاجيو على الاقل الحق المنازل المسلمه في انحاء العالم باش يعرفوا هذا الشيء هذا راها طرحته السويد بحدها في العالم. ولاني الله يخليكم الناس اللي في السويد عندهم شي معلومه يخليوها لنا في التعاليق، الله يجازيكم بخير. اللي شاف هذا الفيديو يخلي لنا في التعاليق ديالو باش نزيدوا نفهموا معلومات اكثر ونديروا فيديو ان شاء الله بتوعيه الناس. اخواني واخواتي ما بقى عندي ما نضيف، الله يخليكم. اللي شاف هذا الفيديو حاولي بارطاجيه وما تنساوش ابوني يا الاخوان باش القناه تزيد تطلع، وبكم انتم باش تنتسجعوا نديروا فيديوهات ومعلوم ملي تنشوفوا شي حاجه ماشي في المستوى تنخرجوا كاع كاملين تنهضروا عليها. وعواسركم مبروكه، الله يدخل عليكم هذا الشهر ديال رمضان ان شاء الله بالصحه وبالعافيه وبطول العمر، واللي عنده شي وليدات الله يخليهم ليه ان شاء الله يكونوا في المستقبل ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.